ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سأتكلم عن بعض الأخطاء التي يقع فيها الطلبة في كيفية الاختيار الجامعي، فبالتالي لا تقع في هذه الأخطاء، لأن العام الماضي يوجد الكثير من الطلبة غلطوا في الاختيارات التوحم، بالتالي أنتم ما لازمش أنكم تغلطوا بإذن الله تعالى. حذاري ثم حذاري، لازم عليكم ترتبوا الاختيارات تاعكم حسب معدلكم في شهادة البكالوريا. نبدأ على بركة الله. هذا اللي راكم تشوفوا فيه مدي 14.70، خير الباراميديكال أكل، خير الأول والثاني والثالث والرابع، خير مختص في حفظ الصحة العمومية، خير ممرض. فبالتالي يوم نتائج التوجيه تفاجأ أنه ما عطاولوش هذول الثمن الاختيارات اللي دارهم، عطاولو حقوق لأنه معدله ما يسمحش. مثلا مشغلو أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية هو مدي 14.70 ولكن المعدل الأدنى تاعها 15.62، يعني ما يقدرش يديرها. ممرض في الصحة العمومية هو مدي 14.70 و 14.87 ما يقدرش يديرها. فبالتالي ما لازمش أنكم تديروا تخصصات وعلى بالكم باللي ما يمدولكمش، يعني اللي حاب يدير باراميديكال كوم يعودش ما عندك معدل يعني مليح ما تقدرش تديرو، اتفقنا؟ وإذا حاب تديرو هو الأول وأنت مدي 14.90 أو 15، لازم عليك الاختصاص الثاني لازم تكون أنت شاتيه، أيضا الثالث والرابع، يعني أنه كل الاختصاصات اللي تحطهم لازم تكون باغيهم وتصيري باللي أنه يمدوهم لكم، اتفقنا؟ فبالتالي دزو حقوق، ها ما عطاوهملهمش دزولو حقوق. نروحوا أيضا لهذا. هذا كان بالنسبة لشعبة العلوم التجريبية، الثاني كان بالنسبة لشعبة التقني الرياضي، دكتور في طب الأسنان، ما مدوهالوش، هو مدي 16.02، ما مدولوش المدرسة الوطنية للمتعدد التقنيات، ما مدولوش المدرسة العليا للإعلام العالي كانت 18.64 العام اللي فات، ما مدولو والو، مدولو علوم وتكنولوجيا اللي معدلها 9، يعني مدي 16.02 مدولو حاجة تاع 9، العام الماضي خي كانت 9 علوم وتكنولوجيا. نذهب إلى أيضا هذا، هو أنه خير مدارس عليا علوم دقيقة هو مدي 14.80، وكما تعلمون انه الثانوي راهو طالع بزاف 16.23، ما مدوهالوش. بالنسبه للعلوم الطبيعيه ما مدوهالوش، اللغه الانجليزيه ما مدوهالوش، ما مدولو والو، مدولو علوم اسلاميه ب 12.78، يعني معدلات القبول تاعهم. بالتالي ارجوكم ارجوكم ما تقعوش في هذه الاخطاء، ونتمنى انكم راكم فهمتوا هذو الحوايج الحمر، هذو راكم تلقاوهم نهار نتائج التوجيه، انتم هذوك تخيروا فقط. اما نهار نتائج التوجيه قادر ما يعطيكمش الاول، قادر ما يعطيكمش الثاني الثالث، ويمدوا لكم الرابع، والرابع هذاك اللي تخيروه انتم تكونوا ماكمش حابينه، فبالتالي تكون الكارثه. لذلك حسنوا الاختيار تاعكم وبالتوفيق.